السلام عليكم. نكمل حل كتاب جيم المراجعة النهائية للصف الثالث الإعدادي صفحة 129 امتحان 15. خالد is inviting his friend فوزي to visit the space exhibition. خالد بيدعو صديقه فوزي إن هما يروحوا معرض الفضاء. فخالد بيقول هاي فوزي، أهلا يا فوزي. Would you like to come to the space exhibition؟ هل تحب نروح المعرض الفضاء؟ فقال له يس بليز. وبعد كده سأله سؤال وقال له it starts at 9:30، هيبدأ الساعة 9:30، يبقى هيبدأ امتى؟ يبقى هقول what time does it start، هيبدأ امتى؟ إجابة تانية when does it start، وين برضه نفس الفكرة، هيبدأ الساعة كام؟ بعد كده قال له we're going by metro، we are going by metro، هنذهب بالمترو. قال له which train shall we get، اي ترين او اي قطار هناخده يعني هنركب بيه، اركب فيه. قال له that's an hour before the exhibition starts، ده هيبقى ساعة قبل الايه، قبل المعرض. يبقى هيقول له مثلا هنا قال له 9:30، يبقى قبل ساعة، يبقى يلا ناخد قطر الساعة 8:30، يبقى let's take the، بكتب الوقت الأول اللي هو 8:30، وبعد كده بكتب كلمة train أو مترو. يلا ناخد قطار الساعة 8:30. بعد كده قال له perhaps we can leave later، ممكن لأن احنا أو ربما نغادر بعد كده. فهيقول له سؤال، قال له it finishes at 2 PM، هيخلص الساعة 2. متهيألي ديت أسهل محادثة كلها، when و what time. هنا برضو طالما في وقت يبقى what time أو when، يبقى when does it finish، المعرض هيخلص الساعة كام؟ فيقول له it finish at 2 PM. اوكي، is there a train in the afternoon to get back، هل بيبقى في قطار بعد الظهر عشان نرجع؟ فيقول له إجابة، وهيقول له بعد حاجة تانية let's take that، يبقى هنا طبعا yes، وبعد كده let's take that، يبقى that's great أو that's good idea، that's great، هذا عظيم. بعد كده أسئلة الفيل نكمل بأربع كلمات من ستة. عندي complaint يعني شكوى، advert إعلان، wrong خطأ، complain يشتكي، زي هم، زين برضو هم بس ضمير مفعول بيجي بعد الفعل. I am writing two نقاط about our holiday، انا هكتب ايه عن الاجازة بتاعتنا. يبقى انا هعمل مقارنة او شكوى عن الاجازة بتاعتنا. holiday which we booked through your company، يبقى انا هعمل شكوى عن الاجازة بتاعتنا which we booked through your company، اللي احنا ان احنا يعني حجزنا من خلال الشركة بتاعتكو، at the beginning في البداية، of February في شهر 2. يبقى انا كده هعمل شكوى، يبقى complain، يبقى دي number one. number two، my friend and I feel that the، انا وصديقي شعرنا بايه، هيجي اسم طالما ذا، of this holiday، يبقى احنا هنا شعرنا بايه، of this holiday was not true، ان ده مش حقيقي، يبقى ده الاعلان مش حقيقي، يبقى number one advert، قصدي number two تبقى advert، يبقى advert. بس حاجة نعمل علامة كده عشان اقلل عدد الكلمات اللي اختار منهم. بعد كده was true. at the airport، في المطار، things started to go، الاشياء بدأت ان هي تذهب لايه يعني. بعد كده they said they had no record of our booking and neither of، يبقى هما ملقوش ان في تسجيل من الحجز بتاعنا. تمام، يبقى كده بدأ الحاجات تذهب الى الخطأ، ان هيكون الشيء فيه مشكلة، يبقى هنا wrong. بعد كده قطعت المسج، هقراها وارجع تاني ان شاء الله. السؤال الأول،
الباسج. ذا باسج از اباوت، القطعة ديت عن ايه؟ ديت كانت عن المراهقين واحتياجاتهم، يبقى الإجابة نمبر دي needs teenagers needs. السؤال الثاني we should encourage teenagers to keep، هتبقى to keep fit، نحافظ على تشجيع المراهقين. السؤال الثالث underlined word by means، كلمة by دي معناها ايه؟ طب هي by بتبقى معناها بجوار، يبقى قريب يبقى near، الإجابة نمبر A. بعد كده الأسئلة المقالية what problems do teenagers have، ايه المشاكل بتاعة المراهقين؟ يبقى هما عندهم مشاكل، هقول زي have many problems، هم عندهم مشاكل such as مثل stress الضغوط اللي عليهم، bullying تنمر، and مثلا smoking لما مكتوب في القطعة smoking التدخين. السؤال الثاني what skills do we need to deal with teenagers، ما هي المهارات المفروض تكون موجودة عندنا عشان نتواصل مع المراهقين؟ مثلا هنقول لازم ان احنا نكون مشجعين ليهم، يبقى we must encourage them، مثلا نكون بنشجعهم to مثلا do something true، أشياء جيدة أو أشياء صحيحة. السؤال الثالث what do you think that teenagers need، إيه هي احتياجات من وجهة نظرك المراهقين؟ طالما هنا قال what do you think يبقى بيعبر عن رأيك، يبقى أنت الإجابة إن شاء الله تكون صح كلها. اللي أنت عايزه ممكن نقول مثلا to feel، الأفضل أقول مثلا I think that أو teenagers need to feel safe، إن هما بيشعروا للأمان and protect والحماية. بعد كده الاختيارات أنيكوت is someone who organizes or plans an event، هو اللي بينظم الحدث، يبقى دوت organizer المنظم. السؤال الثاني there were several famous paintings at exhibition here is، يوجد كثير من اللوحات الملونة في المعرض. هنا الاكسبيشن ديت معناها ايه؟ سيتر ولا شو ولا سينما ولا سكول؟ سيتر يعني مسرح، عندي شو يعني معرض او عرض، سينما سكول مدرسة، يبقى هو العرض اللي جاب نمبر بي. السؤال الثالث turn on is the opposite of turn off and log in is the opposite of log out، طبعا يبقى هنا عكس كلمة turn on هي turn off. طب log in عكس كلمة ايه؟ يبقى log out اللي هو ينزع الفيش، يبقى الإجابة نمبر ايه. بعد كده السؤال الرابع the suffix is added to verb such as to form a noun، يبقى هنا ال ion الوقت راح، الإجابة نمبر ايه. السؤال الخامس each room has books toys and games that are suitable to you، the synonym of suitable، مرادف كلمة suitable ايه؟ كلمة suitable اللي هو مناسب، يبقى اللي هي كلمة proper اللي هي الإجابة نمبر B. السؤال السادس the noun courage can be a verb by adding the prefix اللي هي encourage ال en اللي هو يشجع. بعد كده التصحيح history is difficult than English، يبقى التاريخ هو طلب في زاني بصيغة مقارنة حسب رأيي، بقى هنا احط list مثلا اقل صعوبة من الانجليزي، عايز احط مور عادي برضو الاتنين صح. what are you going بعد كده do يبقى to do، عشان going يجي بعديها to بعدين فعل في المصدر يبقى to do. السؤال الثالث either the speakers nor يبقى بيجي معاها neither، يبقى neither nor. السؤال الرابع هنا have you seen Mr. عادل this morning، هل انت شفت استاذ عادل في هذا الصباح؟ في هنا سي فعل في المصدر يبقى حط did.
السؤال الأخير I never go to school at Fridays، يبقى on Fridays عشان دي من أيام الأسبوع.